وهيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون لطيف نهاراً على القارة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب البلاد، معتدل على جنوب سيناء. بالليل الجو هيكون بارد على أغلب الأنحاء، في شبورة مائية الصبح على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، في كمان سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، نشاط رياح أحياناً على مناطق من السواحل الشمالية ده على فترات متقطعة. تفاصيل أكتر عن حالة الطقس معانا على التليفون دكتورة منار غانم عضو مركز الإعلام بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك استاذه دينا، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك، حابين نطمن منك عن حاله الطقس، وخصوصا ان الجو خلاص بدانا في فصل الشتاء فعليا، فالجو بقى بارد شويه. بالفعل يمكن احنا بدانا فصل الشتاء وكان الايام الماضيه فيها انخفاض ملحوظ في قيم درجات الحراره، مع وجود نشاط للرياح خلانا نحس بالبروده اكتر، ويمكن ده كان العامل المهم جدا في احساسنا ان في تقلبات جويه بالامس واول امس. ده كان طبعا طبقا لتوقعات الهيئه العامه للارصاد الجويه، لكن من اليوم هتبدا تقل سرعات الرياح وتهدا سرعات الرياح في معظم محافظات الجمهوريه، يمكن هتكون موجوده بس في بعض الاماكن من السواحل الشماليه للبلاد، وهو نشاط رياح نسبي مش هياثر تماما باي يعني احساس في البروده بشكل كبير، لان سرعات الرياح لا تتجاوز ال 35 كيلو متر على الساعه، باقي مناطق الجمهوريه سرعات الرياح قلت عليها بشكل كبير، فده يدينا احساس بالاستقرار في معظم محافظات الجمهوريه. كمان درجات الحراره هتبدا ترتفع ارتفاع طفيف خلال فتره النهار، والعظمى على القاهره الكبرى اليوم متوقع 22 درجه مئويه، ده خلال فتره النهار، في زياده لفترات سطوع اشعه الشمس بالشكل الكبير، فبالتالي اجواء شتويه دافيه مستقره تماما خلال فتره النهار في معظم محافظات الجمهوريه. فترات الليل اللي هتظل فيها درجات الحراره منخفضه بالشكل الكبير، وخاصه في ساعات الليل المتاخر وفترات الصباح الباكر، اجواء بارده في معظم محافظات الجمهوريه. صغرى فتره الليل بتسجل على القاهره الكبرى، ومتوقع ان هي تكون ما بين 13 الى 14 درجه مئويه، فبالتالي الاجواء هنحس فيها ببروده بشكل كبير في معظم المحافظات، وخاصه كمان الاماكن المفتوحه، المحافظات اللي لها ظهير صحراوي بشكل كبير، المدن الجديده. بالاضافه كمان ان اليوم هيكون لسه في فرص لسقوط الامطار، لكن هتنحصر فقط في المناطق الساحليه المطله على البحر المتوسط اللي هي السواحل الشماليه ومحافظات شمال الوجه البحري، فرص امطار خفيفه غير مؤثره تماما على اي اعمال انشطه يوميه، ممكن تزيد عن الخفيفه في بعض الاماكن، يعني هي ما بين خفيفه خفيفه متوسطه، ما فيش منها قلق تماما. وطبعا مع فتره الاستقرار في الاحوال الجويه بتعود بقى الشبوره المائيه، ظاهره جويه بتاثر فتره الصباح الباكر، ساعات الليل المتاخر على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، واللي متوقع ان احنا بكره ان شاء الله نشوف شبوره مائيه ممكن تكون كثيفه، يعني ممكن تاثر اكتر من النهارده شويه. بالظبط هتكون اكتر من النهارده، متوقع بكره الاثنين ان الشبوره فتره الصباح الباكر تكون كثيفه على الطرق، فناخد بالنا من الشبوره المائيه بكره فتره الصباح الباكر. هيستمر معانا الاجواء بقى المستقره اللي فيها ارتفاع طفيف في قيم درجات الحراره حتى يوم الخميس اللي جاي، يعني حتى نهايه الاسبوع ان شاء الله الاجواء مستقره. العظمى فتره النهار على القاهره الكبرى هتتراوح ما بين 22 23 درجه مئويه فتره النهار، وفرص الامطار هتظل يعني موجوده فقط في المناطق الساحليه المطله على البحر المتوسط، يمكن كمان الايام اللي جايه هتكون امطار خفيفه مش خفيفه متوسطه، بس هنخلي بالنا فقط من درجات الحراره منخفضة فترات ونوعيه الملابس. طيب حضرتك بتقولي لحد يوم الخميس الجاي، هو في حاجه في الجمعه يعني هنبدا انخفاض ملحوظ؟ لا 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 خالص، احنا لحد نهايه الاسبوع، يعني انا بس بنقول لحد نهايه الاسبوع الاجواء مستقره بشكل كبير، احنا بس ممكن يوم الخميس الامطار تمتد لبعض المناطق الداخليه، لكن برضه ما فيش هيكون منها قلق ولا منها اي تاثير على اي اعمال انشطه يوميه، فالاجواء مستقره يمكن لحد بدايه الاسبوع اللي جاي ان شاء الله ما فيش اي قلق، بس احنا ما بنحبش يبقى التنبؤ طويل المدى طبعاً بشكل كبير، لانه وارد يحصل في تغيير. وخاصه ان احنا بنتابع مع حضرتك بشكل يومي. انا بشكرك شكرا جزيلا دكتوره منار غانم عضو المركز العام بهيئه الارصاد الجويه على المتابعة اليومية معنا لحالة الطقس في برنامج صباح الخير يا مصر. تعالوا دلوقتي نتابع مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، هنبدأها من القاهرة العظمى 22 الصغرى 14، العاصمة الإدارية 21 12، اسكندرية 22 13، العلمين الجديدة 22 13، مطروح 22 12، دمياط 21 14، بورسعيد 21 14، الإسماعيلية 23 13،
السويس 23-13، العريش 22-12، كاترين 16-3، طابة 21-14، حلايب 24-21، شلاتين 26-22، شرم الشيخ 25-16، الغردقة 25-16، الفيوم 21-9، بني سويف 21-9، الوادي الجديد 22-7، أسيوط 22-8، سوهاج 22-11، قنا 22-12، الأقصر 23-12، أسوان 23-13. حاولنا نطمن حضراتكم عن حالة الطقس، لكن نخلي بالنا إن في الساعات المتأخرة من الليل وفي الصباح الباكر الجو بيكون بارد جدا، نرتدي الملابس الثقيلة، وغدا هيكون في شبورة مائية يمكن دكتورة منار قالت هتكون كثيفة أكتر من النهاردة، فنخلي بالنا برضو في ساعات الصباح الأولى. هرجع مرة تانية لجمانة ومحمد علشان نكمل معاكم فقرة صباح الخير يا مصر. شكرا ليك يا ديم. شكرا لك.